عندنا موضوع هيموريج شوك، اخرنا بقى النهارده ان شاء الله. الهيموريج في كلاسيفيكيشن اوف هيموريج، سؤال تحريم اكوردنج تو تايم. لو نزف العيان اكسترنال هيموريج، اديني مثلا ايبستاكسيس، انترنال هيموريج هيموبريتونيوم، انترستيشن يعني له اكسترنال ولا انترنال، اديني مثلا الهيماتوما، الهيماتوما وتجمع دموي انترستيشن. اكوردنج لنوع البليدر ممكن العيان ينزف ارتيريال يا فينوس يا كابيلر. قبل ما اديكم العنوان ده، لو سالتوك سؤال انا مقتنع انكم هتجاوبوا غلط، لو قلت لك واحد بينزف من دراعه من الارم، تحط له التورنيكيه بروكسيمال ولا ديستال؟ هتقول له ايه؟ بروكسيمال. بس اول ما تبص العنوان ان البليدنج مي بي ارتيريال او فينوس، تبدا تتقلق تقول لي ارتري ولا فين؟ تخيلوا كده ترتبها بقى. عشان كده في الطوارئ لما كنا يجي عيان ينزل لازم اعرف هو ارتري ولا فين. والموضوع مش محتاج كيمياء على فكره ولا ذكاء، اصل انت لو اوريدي حتى ربطت بروك دي بل ولسه بينزل بتستنتج، فتقوم انت راضي جدا يعني، فاهم؟ ده طريق. او الطريقه العلميه بقى انك لما تتفرج على البليدنج انت عندك ووند خرم، يا ترى الدم جاي بروك دي بل ولا جاي ديستال؟ لو تعرف تجيبه بعينك، ده غير انك تجيبه تلاقي الدم اللي جاي بروكسيمال بيبقى برايت ريد كلر، الديستال بيبقى ايه؟ بيبقى دارك. البرايت ريد كلر اللي جاي من بروكسيمال بيبقى لايت جيت، قذفات يعني قذفه بيقضي في كده. الثاني اوز، مش اوز اسف، سيدي فلو. سيدي فلو يعني ايه سيدي فلو؟ عارف الحنفيه لما تفتحها في الاول وبعد كده، بعد كده لو انت عينك مش جايبه الرؤيه مظبوط الحنفيه منزله ميه وانت مش شايفها، يعني ممكن من بعيد ما تاخدش بالك. ليه؟ مفيش اي حدث، هي الميه نازله وخلاص، نازله وخلاص. فساعتها اسمه ستيدي فلو، يعني عمال يخرج دم من غير ايه؟ من غير بل. فاهمين معنى ده؟ according to time ساعتها برايمري يا رياكشنري يا سكندري. يعني ايه برايمري؟ يقول لك برايمري بيحصل اصلا مفروغ، يعني العيان اتخبط نقدر دم، ده اسمه برايمري هيموراج. طيب حضرتك عم بتعمل عمليه وقفلت، والعيان بعد 24 ساعه قالوا لك ده العيان ضغطه بينزل وعنده انترنال هيموريج. دي ممكن تحصل امتى؟ مع العمليات. ازاي؟ اديك مثلا، افرض ان انا ربطت السيستك ارتري في عمليه مراره وبعد ما قفلت بطن العيان وضغطه كويس، جه على بالليل قالوا لي ده ضغطه بقى قليل والعيان دخل في انترنال هيموريج. يبقى من الواضح ان السيستك ارتري ربطته ما كانتش حلوه. صح؟ اهو ده اسمه رياكشنال. طيب حاجه ثانيه بقى مشهوره جدا جدا جدا، الثايرويد. لما بنعمل ثايرويدكتومي خصوصا للحالات الثايروتوكسيك، انا اباسك باسك الدكتور بتاع التخدير انه يلور البلاد بريشر، انا اللي بطلب منه وطي ضغط العيان جدا يا دكتور عشان اقدر اتعامل مع هذا الفاسكولار ستراكشر، بينزل دم باستمرار، تدخل بالابره كده تخرج تلاقي دم خارج منها، فوطي ضغط. وبعد ما نخلص عمليتنا خالص، على فكره برضو من العمليات المشهوره اللي بيوطوا فيها الضغط الارتفيشال ايبيكستلا، لما بيعملوا ايبيكستلا ارتفيشال للناس اللي بتختل رينال لازم يوطي ضغطه قوي. بعد ما نخلص العمليه لازم ايه؟ راح يا ابني ارفع لي الضغط تاني واتفرج على الفيلد بتاعي مظبوط، وبعد ما اتفرج مظبوط اقوم اقفل. فتفرض ان حصل وارد والله يا جماعه، من ثقه جلده غفله، خلصنا تمام يلا يا ابني خيط 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 خيط، قفلنا رقبه العيان، يلا حتى دكتور التخدير يفوق، الله قولوا له كمان يرفع ضغطه. يا نهار ابيض، فيرفع رفع ضغطه، حصل نزيف من جوه، هنعرف ازاي؟ غلطه قاتله، غلطة خطيرة. عارف الغلطة دي؟ ما يعملهاش سباك. السباك دي ما بكلمكم بجد. السباك لما بيحط بواكير في الأرض عشان يعمل تيست قبل ما يبلط فوقيها، بيفتح حنفية المية ويشوفها تسرب ولا لأ، بعد كده ينزل فوقيها. أنت راجل جراح حفرت، المفروض تشوف الضغط. عشان كده وارد جدا رياكشنري هيموريج. علاج رياكشنري هيموريج ري اكسبلور، افتح تاني. السكندري هيموريج ده غصب عننا، ده من الانفكشن. عيان حصل له انفكشن، ابتدى يحصل تاكل في الاستيشنز بتاعتي، فتحت الدم نزف العيان ودن 7 دايز، اسمها التايم اوف ريليش. اكوردنج للايثيولوجي، هو العيان ده نزف ليه؟ عربيه خبطته تروما، العيان ده عنده رابشر اورتيك انيوريزم، عنده بليدنج ريتيك انسر، عنده هيموفيليا، عنده بلاد ديزيز. اكوردنج للكوز. وعايز اقول لكم على حاجه، الاربع تقسيمات هي موضوع واحد. ازاي؟ تعالوا ناخد مثلا بليدنج ريتيك انسر، بليدنج ريتيك انسر اكوردنج تو سايت internal according to طالب arterial، لانه من الوور بتاع الانسر arteriole according to time renal according to cause. دي بقى
واحد جاي لك يا سيدي بتمبل ووند وبينزف دم وشريان مقطوع. According to site external, according to site arterial, according to site primary, according to cause trauma. فاهمين يا جماعه؟ يعني هم كلهم في الاخر هو موضوع واحد. طبعا خدمنا موضوع الهيمورج بايه؟ كلينيكال فيكتور اوف هيمورج، كلاسيس اوف هيمورج، انفستيجيشن اوف هيمورج، تريتمنت اوف هيمورج، وهنا رحت قايل ايه؟ في هايبوفوليميك شوك. اتكلمنا على الهايبوفوليميك شوك معايا. تعالوا اتفضلوا نفتح اخر موضوعاتنا النهارده.